أيضا يسأل لو تكرمتم سماحة الشيخ عن محبة الله. يجب أن يحب الله بكل قلبه، محبة لا يعد لها شيء، يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، محبة صادقة تقتضي طاعته وترك معصيته، وحب أوليائه ورسله وكراهة أعدائه وبغضهم في الله عز وجل. فهو يحب الله، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الله. وقال في المؤمنين: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالواجب أن يحب الله بكل قلبه محبة صادقة، وأن يكون الله أحب إليه مما سواه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فهو يحب الله فوق كل شيء وأحب من كل شيء. ثم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة بعد محبة الله، يحبه في الله لأنه رسول الله، ويحب المؤمنين لأنهم أولياء الله وأحباء الله، ويكره الكافرين ويبغضهم لأنهم أعداء الله. هكذا المؤمن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.